استفدت من عمنا مدبولي الممثل ولا المخرج؟ لا انا استفدت الاستاذ عمنا مدبولي. اولا نتكلم عليه من شقيه. الشق الاول هو كمخرج كوميدي في اخرج مسرحيات عديده كانت في مسرح التلفزيون، ولا شك انا استفدت منه بدون نزاع. ومدبولي قدم للمسرح الكوميدي معظم او كثير من مسرحياته الناجحه بلا شك، رغم ان كان في الوقت ده برضو كثير من النقاد قالوا ان ده يعني دون المستوى، او ما اعرف مين اللي دون المستوى؟ اللي كان بيقدمه اخراج مدبولي، قالوا لكن في الحقيقه هم الناس دول نفسهم برضو بعد كده قالوا ان مدبولي عظيم ومدبولي مخرج عظيم ومدبولي مخرج كويس. فالحقيقه ان عبد المنعم مدبولي اسرى المسرح الكوميدي كمخرج، اسرى بعديد من المسرحيات الناجحه الكويسه. ده شق لي كمخرج. شق كممثل، عبد المنعم مدبولي بلا ادنى شك ايضا من الممثلين الكوميديانات اللي دمهم خفيف واللي هم برضو وضعوا بصمات في المسرح.